جماعة الكبة دي غير أي كبة ممكن تشوفها في حياتك كلها، الكبة دي USB، يعني الكبة دي بتتشحن تفرم لك التوم أو تفرم اللي أنت عايزه بضغطة زرار واحدة بس ومن غير أي فيشة خالص. تنفع بقى للسفر، تنفع لأي حتة، ممكن تاخدها معاك في الغابة بقى في الصحراء، هتفرم لك اللي أنت عايزه وبالشحن بس، ولو فصلت منك يبقى شحنها بالباور بانك. فقعدت أدور عليها لحد ما لقيتها، الكبة التي تشتغل باليو اس بي. جايبين هنا شوية توم، أو أنا سرقت من أمي شوية توم. دول تحط كده تومة 2 3 4 5 ونقفل كده. ده شكل التومات كده من جوه، تمام. المفروض كل اللي انت هتعمله انت تدوس بس على الزرار اللي فوق ده. تعالوا كده نجرب، بسم الله. جماعه فرم التوم، فرم التوم. اوه اوه اوه، بصوا التوم جوه بقى عامل ازاي. خلاص والله العظيم حياتنا بقت في امان الان. خلاص انا عاجبني ان هي سهله قوي، يعني انت ممكن تاخدها في اي حته حرفيا. شوف والعينه والعينه والعينه، انا احب انا التكنولوجيا اللي بتسهل حياه الانسان دي. عظمه، حياه عظمه.